الشيري اليوم كي هبط للسوق قال لي السوق معبي بالحوت المربي، وين حوت البحر وبنزرت متسمي عليها الحوت؟ هاو حوت البحر، هاو خيرات تصلي على النبي، هاي كليفي، هاو المرجان، هاي تريليا متاع الجر، هاي تريليا متاع البالانسي، هاو الكالامار، هاو القراض، هاي كالورقه، هاي كالكروفيت، هاو كالقرنيط، اي وينو الشيري تو؟ هذا الكل ما فيهش المربي. ما فيهش المربي، وينو الشيري؟ اعطينا الشيري وين؟ خنقونا سكروا الوين بين الولايات وما خلاو حتى حد باش يتعدى لا يخدموا لا خلاو شكون يخدم. احنا تو رانا في خسره كبيره برشا، راه المواطن التونسي عنده الحق، راه احنا تو سبت واحد كسبت خدمتنا راه مع التوانسه. التوانسه انت تسكر عليهم الصينيه منين باش يجيو؟ خليونا نخدموا، سيبوا البلاد، حركوا، سيبوا الدولاب، اعطيوا شويه، نقصوا في الاداءات ونقصوا في بحري ما يلقاش مزوت وهيك ما يلقاش ثلج، منين كيش تحبوه يرخص العود؟ العود ما يجمش يرخص، راه بحري بين سماء وماء، لكن ناريك في النو الأخرانية 8 أيام، 8 أيام بحرية في البحر بين موت وحياة، ما وصلوا وصلوا للشط يعني بيهم كان ربي. يعني بعد شي تحب بالك بحوت ب5000 ولا ب3000، تو مواطن يمشي يقف في البحر تو بالريح يقرس، خلي واحد بين سماء وماء، مش ندافع على البحري ولا نقول الأسماء غالية، بالنسبة للوقت هذا الأسماء ماهيش غالية، والمواطن التونسي عنده راه فلوس، ما تقوليش ما عندوش. مواطن تونسي يجم يشري وما عنده كل شيء، شبيه في المناسبات يشري. هاو تو يقول لك ريفيون وراس عام، فماش مول، فماش كلوبيس، فماش قرنيط، فماش كالامار. يجيك في عيد صغير يقول لك حب كعبه جغاري، نحب كعبه مناني. تجي في المهرجان تلقاهم بالصف وتلقاهم تساكر قبل ب3 أيام فات ولا ب4 أيام فات، يكذبوا ما يقولوش ما عندناش فلوس. اما سيبونا شويه نفسونا، بالنسبه للدوله لازم تنفسنا شويه. حل بين الولايات وسيب، خلي العباد تمشي وتجي، وخلي الدولاب يدور، وخلي تخدم. اللي بيع في كاسكروت نجم يخدم، واللي بيع في ساندويتش نجم يخدم. احنا بالنسبه لبنزرت راهو خاصة سبت واحد خدمتنا الكل مع التوانسة. التوانسة كي تسكر عليهم انت تقول ما عادش تمشيو بنزرت وما عادش تمشيو وما عادش تجيو، رانا باش نتخانقوا واحد. واحنا الحوت راهو اللي عندنا كمية كبيرة، راه ما تكفيش ولاية بنزرت برك، تنجم تكفي ولاية بنزرت شطر الجمهورية التونسية. وقت اللي يكسر الحوت ما لقاوش شكون نبيعوه. لذا فرهدونا شوية، سيبونا نفسونا شوية، خلنا نخدموا. والحوت راهو رخيص ماهوش غالي، بالنسبة للحوت البحر راهو رخيص. وقتاش الحوت تو تحكي لي على الحوت المربي؟ الحوت المربي تواتي فترات، وقت اللي فماش حوت نتاع البحر تبدا ناو تضرب جمعة ولا 15 يوم، كما فماش حوت المربي راهو المارشي مسكر. وربي يبقي الستر وإن شاء الله ربي معنا. قل لي ككليون هاب تعمل في طلع على سوق الحوت باش تشري شنو الأسواق؟ هو بدون تعليق ياسر غالي، ما عادش يقدر عليه المواطن التونسي بكل. شوف هاك الاسعار هنا، شوف شيء كبير ما عادش يقدر عليه بالكل، اكفرش حتى سردينا اللي يقولوا احنا واللي ما عادش يقدر عليها بالكل. منين جاي هذا؟ جاي فما دخلاء، يعني مش يتعدى لي انا باش نشري دوزيام ولا تروازيام، يتشري بسوم يجي الثاني منه ما عادش، وما فماش رقابه. راني نقول لك ما فماش رقابه، مسيب الدنيا كل تفلح وكل ولا ولي باك. وشفتهم انتم هذوك الاسواق من 36 ل 24 دينار من قاعدة. انا هو اللي السوم نتاعو هلاك شويه، يسمى ديما غالي الحوت المربي اللي هو القاروس والورقه. الورقه 14 و200 كل، وكان ما فماش يعني الحوت المربي ما تلقاش السوق فيه، ما عادش تلقى فيه حوت. فهمت يعني كمواطن دافع على روحه تقول الحوت غالي. حوت غالي دافع على البحر اللي يخرج في البحر ويصب مزوت ومونه ويقعد 8 أيام في البحر بين السماء وماء باش يجيب 5-6 تيلارات حوت. 5-6 تيلارات حوت يعني داش تسزي تبدا 8 ولا 9 بحريه في فلوكه بين السماء وماء، وعبي مونته ب 500 ولا ب 600 الف، معبي بمزوت بمليون، وبعد يجيب فاتوره فيها 760 دينار. رخص له انت، رخص له في المزوت، رخص له في الثلج، رخص له في المونه، اعمل له سوم سبيسيال باش هو ينجم يرخص لك في الحوت. علوش كلمت انت بون؟ انا كلمت لها قلت لها انت ما تاخوش بريميير ما فما برشا قشاره ياخذ لنا. لا هاكا قال لك انا ما عادش سالنا انا الدوله ولا كيما في الحوت كيما راهو برا في سوق الخضره راهو صدقني ما يس تبيع حتى الهبات. الهبات اللي في بالك الحوت ما عنده 4% ولا لا، هو بيدو عنده شيء يدفع للدوله في الاداءات. علوش يعني زي مش هذا كل راهو ترى فيه الحوت يوصل لنا، يوصل دوزيام مات روزيام مات، البحر يتنحاله، الهبات يتنحاله، القشار يتنحاله. كيش تحب الحوت ما يتنحاله؟ كان نقلبوا توا سامحني علوش، كان نقلبوا الدور. اجي انت في بلاصتي انا في بلاصتي، الحديث اللي قلته انا تقوله انت
علاش انا مواطن؟ انا مش مواطن، انا راني نشري باللحم، راني نشري بالخضره، راني نشري بالدجاج، خاطر نبيع بالحوت يزمني ناكل الحوت برك. ما لا خلاص تحديثك الاسوان في المتناول. توا في المتناول بالنسبه للطقس هذا في الفتره الحاليه الاسوان في المتناول. الكليونات الكل قالوا غالي، الكليونات الكل انت فما قلت لي الحوت قاعد لي، معناتها على الكليون غالي. ما فماش عباد، ما فماش حل سيب، جيب توانسه تطمطش تلقى حتى كبع حوت. قدرة شرائية راه ما نكذبش عليك، بنزرت هنا حبة سوام شعبية بنزرت، عندكش سكورمي، عندكش بوقا، عندكش شاوري، عندكش سردينة، خاطر عباد قد قدها راهو، مش خاطر مش قد قدها، ما تقارناش أنا مثلا بجماعة تونس ولا جماعة بنزرت كيف كيف، قدرة شرائية مش كيف كيف، مش طايق قيمتنا احنا، قيمتنا لاباس والحمد لله، أما عباد معقولة، فما حاجات معقولة راهو. واللي برك الأسعار هو الوثق، الإكسبورت، ياسر عندنا سلعة برشا لبرا، ما يقعدناش، هما أولى. عدوا فيزا العمله هنا فهمتني، هيك اللي هو بالك قديش يلزم يلزم تو يا خويا شوفونا بارتو بارتو هاو كنتو درتو شفتوا الاسواق. اللحم غالي، الحوت غالي، كل شيء غالي، راس العام كيف يمشي يعطيه المواطن شي طيب. سامحني زو سوق الخضره صلي على النبي في المتناول بالقدا بالقدا ب 10000 تعمل، انت تدخل للزازارين ولا تجي سوق الحوت فلوسك ذوب ذوب. كيفاش يعطي المواطن راس العام؟ يطيبوا الكل راس العام، اش نقول لك نبداو دافين والكل لما تقاوم بالصف على القطوات، والكل لما يطيبوا، والكل ما تقاوم بالصف على الغلل وعلى الحوت وعلى الدجاج وعلى الدندون وعلى الكروفيت وعلى المول وعلى الكلوفيس، والله الكل ما تلقاه اجى لار ريفيون ليله الريفيون وادخل للسوق تلقاه فارغ. قول لي شنو الاسواق في السوق اليوم؟ والله الاسواق معقوله بالنسبه للايام الاخرى، الاسواق معقوله فهمت. وبالنسبه للبحري بو هما ماذا بيه ديما يبيع سوم به، علاش؟ خاطر المصاريف ياسر تاع البحر، وزيد المناخ في بنزرت احنا صعيب ياسر فهمت، واحد يتكلف لنا يعني كي الخرجه نتاعنا البحر تتكلف غاليه برشا فهمت، ماذا بينا نبيع حوتنا بسوام معقوله. اما بالنسبه للراف السوق الاسوام الكل باهيه للوكيل. الوكيل اليوم يقول جيبي فارغ ولا سوام غاليه؟ جيبوا فارغ مش الاسوام غاليه. والله يقول لك ايه؟ اما الاسوام غاليه. قال الاسوام غاليه. لا بارابور على الصيف، في الصيف بالحق الاسوام طالعه على السماء، اما تو تويكا زواليك فهمت؟ كي تقول لي مكتوبه نقول لك مكتوبه فارغ انا معك. اما سردينه وحوت بارك الله تريلي ريتها تريلي هيك تاع الحجر الحمراء. هذيك في الصيف الصايب ب 28 25 تو ب 13000. والحوت مش من ولايه بنزرت، الحوت جاي من الجنوب، وجاي يعني تو تراه الحوت في السوق هنا هو جاي من الطبلبه ومن المهديه ومن فهمت، يعني مش حوت بنزرت بنزرت بنزرتيه تو يعني صعيب مناخهم بحرهم فهمت. الحوت قليله ياسر، عندنا الكورنديات عندنا الدنفير مشاكل كبار فهمت، اما المواطن ما يتابلهاش فهمت. كما في برشا ميادين تاع في الفلاحه تاع البر العلفه للبقر وهيك، احنا البحر زاد صعيب فيه برشا مشاكل فهمت. اليوم الكليون يقول السوق معبي بالحوت المربي، اليوم الكليون يقول الاسوام غاليه، حتى التاجر والبيع يقول نسبتي كيف ما هي، حتى 10 ايام نتاع راس العام المواطن مش قاعد يشري. الحقيقه الاسوام غاليه والحوت مربي، والمربي مش كاليتي كبيره برشا، مش باهيه برشا. شنو كيلو سكورمي 11000، كيلو غزال 11000 غالي غالي، مرجان جيد 8000 حوت غالي، وعنده الحق المواطن وعنده الحق الزوالي. مقدة شرائيه غاليه بالنسبه للشهر التالي، كان الحوت بلا فلوس كانت اسعار مناسبه، توا الحوت غالي مربوط بالطقس، طقس خايب يتحسن طقس وجد كعب الحوت ان شاء الله ترخص، مي راهو الحوت غالي 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 الحوت. وكما جاي راس العام قدرة ربي ان شاء الله جمعه طياب يتوجد طرف حوت ويترخف شويه، كل ايامات نو 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 تو الطقس باهي باش يتحسن ويتوجد كعبه الحوت. وقتاش البحر يخرج الحوت الباهي؟ وقتاش البحار يخرج برشا حوت ويبيع للسوق بالاسوام المرفقه؟ فينا فينا فصل ولا فينا؟ ما فيها حتى فصل، وقت المواطن ما يشيلش الحوت نهار في اثنين في ثلاثه يقعد ما يشيلش الحوت يرخص وحده. ولي انا ما كنتش نشري حوت ما عادش نجم نشري، يمكن حد نبيع اللي عندي. بتبيع السوم يرخص، لكن المواطن يقعد ديما اقبال موجود على الحوت، اقبال موجود على الحوت، الحوت ما يرخصش. ما يرخص كان في حاله بركه، حالتين ربك يعطي خيره، الحاله فين المواطن ما يشيلش الحوت. وانا مع فكره المواطن ما يشيلش الحوت. وانت حويت. وانا حويت خليه ينتن، خليه، غالي والله غالي، عليه اختي غالي. يخير المواطن ياخذ دجاجه كبيره ب 10000 على كيلو حوت غزال ب 10000 ولا
كيلو قنبار 15 غالي الحوت، كيلو نزالي 16 و15 غالي 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 غالي.